وللحديث أكثر عن مفتاح سوق الأسهم السعودية انضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية عبد الله العسل. طاب صباحك سيد عبد الله، أبدأ معك اليوم موجة من التراجع نشهدها على السوق، لربما نبتدأها منذ أول جلسات الأسبوع بعد ثلاث جلسات من الارتفاع. هل ربما أنه أتى هذا لربما شهدناه بضغط واضح كان من قطاع المصارف بعد موجة الأرباح اللي شهدناها على القطاع منذ بداية العام؟ حياك الله أستاذ الكريم، حيا الله أستاذ المشاهد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالنسبة لأداء المؤشر بشكل فني يعتبر أداء جدا رائع وإيجابي، وإن ما تفاعلت معه كثير من الشركات الصغيرة، ولكن كان هناك دفع واضح للمؤشر من قبل اللي هو شركات البتروكيميكال وقطاع المصرفي بشكل خاص، يعني أدى أداء رائع حقيقة، تجاوزنا فيها يعني انطلقنا انطلاقة قوية من مستوى 7100 إلى مستوى 8470 تقريبا، يعني قاربت 8500. ما يهم المتداول الآن، الوضع الفني للمؤشر العام من فاصل اليوم الأسبوعي الشهري يعتبر إيجابي. التراجعات الحالية هذه تعتبر بعد موجة قوية من الصعود تعتبر تهدئة، وراح يكون فيها تغيير لبعض المراكز اللي تتحرك فيها الشركات الصغيرة، يكون انتقال جزء من السيولة اللي في القياديات تتحرر منها وتدخل في الشركات الصغيرة. جميل. سواء كانت مطالبية أو تتفاعل مع أخبارها الإيجابية مع إعلان النتائج. نعم سيد عبد الله، يرى البعض ايضا كذلك انه لدى السوق مستويات دعم عند مستوى 8350 نقطه، يعني التراجع دون هذه المستويات انه ربما يشهد انه السوق تراجع ايضا كذلك لمستويات ادنى عند مستوى 8290 نقطه. الان السوق يتداول دون هذه المستويات، ما هو المتوقع ايضا كذلك بالنسبه على المحافظه على مستوى 8000 نقطه؟ بالنسبه للمحافظه يعني انا اطمن المتداول، محافظه على مستوى 8200 اصلا كانت بالنسبه لنا حاجز نفسي قوي، والحمد لله تجاوزنا رغم ضعف السيوله وبقوه، يعني بدعم من الراجل مع الاخبار الايجابيه اللي تمت الاعلان عن رفع راس المال وكذلك التوزيع النقدي وكذلك اللي هو عوده سابق مره اخرى فوق مستويات ال 120 ريال، هذا دفع المؤشر وكذلك اللي هو بنك الجزيره وبعض البنوك تفاعل قوي جدا، وكذلك بعض شركات البتروكيميكال كان وقتها الصحراء تحرك وبعض الدعم اللي جاء، هذا كله جيد. لكن لا طمع متداول ان الشكل الفني الان اللي يحصل التراجعات هذه تراجع طفيف، يعني ما ودي ان المتداول يربط اللي هو الاحداث العالميه والامور الاقتصاديه باللي يحصل، هذا طبيعي. نعم. يعني موجه جني ارباح تهدئه حاليا. جميل. ايضا كذلك البعض يرى ان السوق ايضا حساسه بالنسبه تجاه نتائج الشركات، اذا ما طلعنا اولى جلسات الاسبوع كان عندنا المراعي سجلت تراجعات ب 6%، اليوم ايضا كذلك شهدنا كيان وانابيب. بشكل عام قراءتك بالنسبه لنتائج شركه كيان خلال العام 2018 وايضا الربع الرابع من هذا العام؟ والله بالنسبه يعني شركه كيان ترى ادائها جيد والمتداول حتى الان لم تعلن الجمعيه العموميه، يعني متوقع انه يكون عندها توزيع ارباح، هذه اعلانات الربع الرابع كاجمالي الشركه كارباح تعتبر جيده، حتى سعرها الان في التراجع ليس اللي هو المقصد فيه البيع، بل بالعكس راح تكون هناك فرص للمستثمرين، يعني هو كان يحلم انه يشتري كيان 16 ريال 17 ريال، هم راح يتراجع لديه الى مستويات 13 ودون ذلك، انا ارى في هذه الفرصه ودون ذلك راح تكون فرصه شرائيه، وما حدث اللي هو من اعلان نتائج الشركه الربع الرابع لا يعكس يعني كان، وان كان في انخفاض متوسط البيع لكن برضه هنالك استقرار في النفط، لكن هو مربطينها بالاحداث العالميه وتقلبات النفط اللي اثرت تاثيرا على المتداول فقط. المتوقع لبقيه شركات القطاع؟ والله متوقع جي يعني راح يكون متباين، احنا شفنا اعلان سابق كويس، اتوقع انه راح يكون في تباين يعني في النتائج، وان كانت اللي هو نتائج الربع الرابع يعني اتوقع ان يكون في بعض التحسن وبعضها لا. نعم السيد عبد الله العسيل محلل الاسواق الماليه كنت معنا الرياض، شكرا جزيلا لك.